قال لي شوف ضربوني فيها خير اشوار ضربوني فيها دابا هذا كيكون فيه السم ياك؟ ماني دوك انا معوضه بسلاح حاد اي كيكون فيه السم هذا ما كيكونش فيه قول لهم انا معوضه بسلاح حاد ناوي سيدي راح دابا هذوك تصيدوا من الخلا هذا من الخلا من الصحراء شوف 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 ولا ما نعلمش ولا ما نمشيو مع الرحاليه ولا انا مع هرود الرحالي انا مع هرود الرحالي وعبد الهادي العيساوي وعبد الهادي العيساوي يعني اللهم بارك هذا راه هو بنفاخ ياك هذا هو الصياد هذا علاش كيقول لي بنفاخ هذا راه قبيح هذا لا هو البرواق كيقتل هذوك البلاصه هذا هذا ضرب بنادم وقتلو في البلاصه هذا راه كوك هذا هو كيبقى كيدوك كاكنيش يكبر هذه تفريقه هذه ولكن صعيبه عرفت ما يعني انت يعني انت خدمتك هي سميتو يعني هناش الا كان شي فير ما شي واحد عنده شي هنش ولا مشيو ليه مشي كتصيدو يعني كيمشي كيصيدو تخنى النمره لا حنا نصيدو الفان نصيدو بوسكاوات نصيدو كلشي شفتيه هو بوسك بعد دابا هادو واش كتراودوهم واش تبارك الله ما فيش ترويضة ها؟ فيش ترويضة ما كيتراودش وشنو ولا عندك؟ الحمد لله ميموت شحال العيساوي مات مراك شحال العيساوي مات في الصحراء شحال العيساوي يعني انتوما غير كتخدموا معاهم يعني لا عندك؟ داكشي تا داكشي تا هو سليم سليم يكون الانسان مطهرة يكون تيصلي يكون كذا ما تيخافش والو ولكن راه كيكون بنادم مهدد يعني لا القرى هذا مقدور ديك كذا وسميتو عليه ولا 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 خرج النطاق ديال 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 الله ولا بدل ما تيوقع لي الله يحفظ شي واقع يعني هذا راه ولاد سيدي الحاج السريده خصها تكون نقيه بحال الجامع يعني واخا تكون انك انت ولد ولد شي سميتو خاص الصلاه وخاص العباده لا بد لا ما كاينش كذا يقدر لك هذا السم هذا السم ولا مقراش يحرق بنادم ولا كذا شحال ذاك البال المقدور ولا 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 وانتم الله تحيا سلام الله عليك الله نصرك والله الا الشرف لي وقريب النمره 8 0 6 70 60 28 24 بالنسبه للي عنده شي هنش وشي فيرما ولا شي عيط علينا يعني راه يجبدوه مرحبا وسهلا تحيه وسعه زينه بيضاء كاملين الله يحفظك تحيه عيط علينا ومرحبا بكم في الموسم ديالنا هذا ديال الركراكه ونصرك وضميمك وحفظك الله يحفظك الله يحفظك بسم الله قادو الغيوط بجوج قادو الغيوط بجوج سوا مليا انا هنايا راه قلنا الهناشي هادو راه ما كيكونش معايا منهم السم ياك حيت بزاف ديال الاخوان كيقول لك يعني راه كتهيدوا منهم السم 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 استاذ ها السم ما حيدش منهم يعني السم ما هذا حال حنا ولاد الحال ها الحال باقي بالسم هما وليد يعني كيكون السم هادشي يا وليد حنا ولاد الزريبه اه يعني هادشي راه ما ساهلش نعم هادو من التراث هادو من الراقي يا وليدي انا كنت كنجي مع الوالد دائم ربي والناس اللي كتمشي معاهم كان اللي قبر مات عليه الربيع راه متري الخوت فينا هما داك الخوت راه دابا صار عليهم الله الله يحفظك حنا ولاد بويا رحال وهذه حالنا وحنا ولاد الرحاليه معروفين في المغرب كامل ومعروفين في ساعيد العالم خارج المغرب معروفين ولاد بويا رحال صحاب الفاع والبوسكوات والمقارش الطيبين ياك ومعروفين اللي علمنا بشي بوسكة كنمشيو عندو نحيدوه ليه اللي علمنا بشي لفعة كنمشيو عندو نحيدوه ليه كاين اللي كيشري الفيرما كاع ب 40 مليون و 50 مليون و 100 مليون وكيلقى فيها شي وحدة بحال هادي وكيبغي يهرب منها وكيعيط لينا عيسى وولاد بويا وتنمشيو وتنحيدوها ليه وتيعيش في الفيرما ديالو مرتاح حنا ولاد بويا رحال وحنا هذا حالنا ودابا كنعيشوا في السواق كنعيشوا دابا حاليا كنعيشوا في السواق ما كنلقوش البلاصة تصبر الغياط 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 تصبر تصبر كنعيشوا في السوق ما كنلقوش البلاصه يلا التحيات الله عيش معاهم
خرجنا بينا الله يعطيك العافيه بالله راه الله خير حسين خرجنا بلي سي سعيد شوف هذا اوليدي اوليدي شوف هالمراه المراه الشريفه شوف هاد لفاش على ولدت عندي جوج ولاد ها هما هذا وليد صغير وراه ارجع له بلاتي شور ها هو زيد اوليدي واحد الدولار الولد زيد واحد الدولار الصحافي زيد واحد الدولار زيد الولد زيد اطلق لي الشعب الله يربحك اطلق الشعب زيد واحد الدولار الولد الله يدري كنقول لي زيد وما بغا يزيد كاع بري الخطوات زيد ولدي الله يبعث ها هو زيد عندي ها المراه الرجل ها هو شوف واش عندي معها المجرمه وشوفوا لهم قداش Yeah!
وليدي. شوفوا بحال هذا كيفاش كيدير. وليدي وليدي واش هو اللي كيمشي للخلا كيقول لي ما كاين والو؟ واو راه يجبدوا لكم حتى العصر يلا. وشوف هذا اش كيدير، شوف المشيه ديالو كيدير. على باش كنتبعوا هذا، هذا حق ساك مع ربي لا كيتبدل، ما كيبقاش في هذا اللون. هذا هو اللي عنده سبعه الوان، هو هذا كيتبدل على سبعه الوان. شوفوا لا حطيته فوق الصربه كي كيولي، وهذا اللون ديالو فين كاينه. هلم دي اوليدي اموا شوفوا قداش امو، وحق ساك مع ربي لا العجب اللي يدير عندي والله ما كيديروا البصر. والعفريت ما كيسخن حتى كيشرب الماء، عايشن عايشرب الماء كيسخن. وشوفوا هذا كيتبدل العفريت، وسبعة دقائق وسبعة دقائق كيتبدل. ها بلاصتو ها بلاصتو ربع عليه. لا مازال وكلت ليهم، لا مازال شربت ليهم، الله ما درت حاجه دوشت ليهم، لا مازال عبرتي طور شحال، واحد في متر وعشرة، واحد في متر انت هتصدق هذا؟ نعم خرجت منه شي حاجه ولا والو؟ مازال. علاش مصروف بالحمر؟ علاش؟ لا هذا ما خطر، دابا انا كنتي غادي في المدينه وشحال الدور حمر تومك؟ اييه شحال الخضر كتزيد؟ دير واحد القضيه اماي، انا كنوصيك وراك العقل ديالك منس. كتقطع لي البطاطا؟ لا دابا العقل ديالك منس، انا شمعتي الناس حددت ليهم. دابا الخديون اليوم بغيت نزيروا المحلات ونشوفوا يفيلموا ويصوروا. كاينه. لابد هادو شحال غادي الساعة؟ تقريبا واحد ساعتين ولا ساعة ونص. ساعة ونص ولا ساعتين؟ عندي هذا راه خطر هذا. واش كتجيب في الصندة كتخرج شي بير؟ هادو راه قصاح من البير. واش كتحصل في شي فدان في شي 100 خدام؟ وهادو قصاح من الفدان. دير واحد القضية. أما هي. خويا عزيزي وقف على رجليه. ها هو. مرحبا. ها هو. ولكن ما تكلمنيش ضروري. يقسموا بالله في الاثنين ديال تفتاش، ما شديتوش شهر اثنين، نهار كنطور في تفتاش بالشمعة، عيط لي السيد في التليفون، قلت لي كيفاش؟ قال لي ودي واحد الساخوط راه كيشوفوا في واحد الروضة 11 عام، قلت له شكون كيشوفوا؟ قال لي كيشوفوا الناس اللي كتموت شي بنية ولا شي وليد كيدو، كيلقاو هذيك الروضة فين هاد البلاد؟ كاينة في طيغة دوغين، الطريق اللي مشات لبرزازات، كاين الزيتون، كاين الشجر، قال لي وكيشوفوا الصيادة في الجبل، مرة يكون هنا، مرة يكون هنا، مرة يكون هنا. بغا يقصوه قال لي ما كيتصيف هنا، بغا يضربوا هنا كيلقاو في بلاصه اخرى، كيدخل الغيران ديال الديار، الغيران ديال الفيران ديال التعلم ديال الارنب، ما داهم من صح على باطل. وعيط لي السيد ومشي شديته من هذيك البلاصه من في غدوين هاو، وراه ما نقول لكم عبرتو في جوج متر باش مابقاش هاد الحلقه ولا ثلاثه متر، والله ما عبرتو، انا عبرتو عبار عادي. اش العبار عادي؟ هادشي راه قلتو يا امس ومن امس، واللي تبع لي شافو يسكت، لا شتي خلي الناس يشوفو. عبرتو بحال هكا درتي عزيتو هنا ولا الراس نحطو هنا على صبعي الراس ديال الحنش ونجبد بحال هكا. انا لحقت ليا ماشي تحق لي القصيبه هنا ولا هنا، ونقول لكم راه هو اللي عبرت انا نقولو تحق لي هنا وبالغوت قد هاد اليد ديالي هاو. اقسم بالله لما نفخ نديرو كنخليه بلا خنشه، ومن نهار شديتو درتو في خنشه وملي شتو حيدتو. والبارح اخوتي انا اقسم بالله كنحط الصندوق حدايا، لا بيت الله يجعل السلامه مع دوك النفعات كيضرب الصندوق لهاد الشيء. كنقول اش هاد الشيء كيضرب الصندوق لهاد الشيء؟ كنقول اش هاد الشيء؟ ملي قلت عليه ولد الحرام قلت واحد النفعه وشاده بحال هكا بحال البشر. اقسم بالله لا عندي البيل، عندي البيل ما يخطانيش حتى فضاي، ودرت البيل والله العظيم وشديتو رديتو لهاد الخنشه. وشوفوا ولا ما شتي عليك التقليد. لاش انا دابا قلت السيد قويل هاد الصندوق خطر وحاس مرا جيت مع شي عيساوي اخر وما عارف الصندوق عايشو في الخنشه محزومه بالحمر يعرف تنسيو يعرف فيها الخطر.
يلا برك معايا الله دوليني برك معايا الله برك معايا الله ساكن واحد غد ولا بوزي تبت غرشوا بالمقراش وبين سمولكم شوبوني برك وليني الله انت مرتلك الحمر دخلت لكم بالله شوفوا في الله وقولوا كلام الله انا لا ما كنبغيش ندير الطاجيج انا ندير الطاجيج شي واحد درتو لولادي ودرتو لنفسي ودرتو لولاد ولادي اللي تشوجوا ولادي تشوجوا بناتهم يقسموا بالله وقفوا على الشواج الله يعطيكم العافيه قولوا السلامه راه ما شديتو بالغيطه ولا بالمدير راه كل بدايه كيكون الاساس ها باش شديتو واش شرفاو راه كاين الناس اللي صلاو معايا الفجر في الجامع وكان اللي صلاو معايا هنا اقسم بالله الحي العظيم وراه بنقول لك شي حاجه ما خصنيش نقولها كاع اللي دار شي حاجه يدبر راسو بسم الله ها باش شديتو انا لا باش نقول لك انا شريف لا ضربني الحنش راه لا ضربني عاصم عاصم لا ضربني الحنش انا ما يدير لي والو واقسم بالله وضربني تيقتلني واني هالبدايه وانتم اش قلت لكم قوي ملي تخد قلت لكم اللي دار عليه الحال يدير ربعات الحوايج اللي بنتو ما تجوش التام راه يضربها الفلوس الصبره ما تجمعش بنتم غادي للدار بحال داخل الحبس وليداتو مزيانين والفلوس كاينه في البرك والبلازمات كاينين ثلاثه كل محل في تلفازه ولكن يدخل للدار ما كيرتاحش يخرج للقهوه يصير راحته دخلت عليكم بالله ديروا ربعات الحوايج ربعه دخلت عليكم بالله سير انا مزوق في الله جيبوا واحد ليطرو ديال الماء من الشامع ليطرو ديال الماء من الشامع زيدوا عليه ثلاثه الحوايج ولكن ما غنوريكم هذو ثلاثه الحوايج تنحل على هذا ولا بغيتو يثبت راه ما غنربطوش غنخرج لي نفعات من هنا ولا من هنا ان النفعه معروفه والحنش معروف هذا ذكر ماشي نتوما لا شاف الله درس عليهم راه ولا شديت انت غدوين يلا واحد الساكن غنبخو بالمقاش ما نطول عليه كلام وتبعوا معايا الفيلم خرجوا ربعات الحوايج اللي بغا يتمتعوا يشوفوا حط النقاط على الحروف انت تجوج في الحلال ولا تجوج في الحلال وعمر دارو ما يكون فيها الغير ويتفرشوا فيه الجيران ربعات الحوايجات الاولى يطروا ديال الماء من الجامع غديروا فيه جوج حوايج الاولى والثانيه والثالثه والرابعه نوري لكم حتى لكم التليفون ديال يلا شي ساكن يكون هو هذاك بلاتي بلاتي الساكن اللي غتقول لي يلا عطاك العز انا مزوق في ربي ساكن يكون صراطي هو هذا اللي بغيتي اقولها اللي بغيتي اقولها شاش غتقول لي كاع انا مزوق في ربي لما قول لي على الساكن راه عزيز عليا داك الساكن اللي قلتي قبل بديتي طيب ولا باب؟ طيب. شي دوا وشي ما دواش واش طيب ولا باب؟ طيب. لا انا اللي درت خاطر بالله. بالله انا اللي درت خاطر خصو نشوفو كاملين. طيب يا واش انا اللي درت. طيب اش يدير؟ لا. لا في حاجة فيهم. الناس الشعب خرجت حنا شي شوفوهم اللي واقفين ليهم. ضربة في البشر والله لا فات ساعتين فيموت. يديكم حلق. شكون اللي في نفسه ضيف الله يعيط لي يعطيني واحد 100 ولا رشوت لا لا. ما تمشيش انا لا واحد 100 ولا الفرنك ولا 400 انا جاي عندك انا جاي عندك شكون اللي يقول بسم الله على الوالدين شكون ضل 100 من قطعه من قطعه زيد خايف زيد خايف زيد خايف راني في الدوحه ما يقولش حد من هنا خوتي راه ما الشريف الله رويا على الحديد الله اللي ما داري دوحه انا لا المراه الشريفه والله المسامحه ما كاين ولا عطيتيني شريان ما نسمح لك انا ما عندك مسامح زيد لي ابو عشري اللي ما داري دوحه الخمس شوفوا لي ابها لكن قال لي كيهضر وقال لي شي حيدي مني انا الحيدي مني شي باني في عمري 66 عام بقى نعيش 66 عام واني الدمره وخا نعطيه لهادي والله ما شربوا نعطيه لهاديك اخرى هاي هادي والله ما تشربوا نعطيه لهادي والله ما تشربوا نعطيه لهادي والله ما تشربوا هادي يشرب الدم هو هذا اللي ما داري دم حركه ما سمحت لي شكون اللي عيط لي بالزربه يعطيني 100 ولا فرانك ولا 400 خنوريكم ربعه الحوايج لا ما عندكش راني مسامحك ولا شاب الله عندك 100 في جيبك كنت تليتي ودرتي الوالدين ما يسووش وامك وباك باه تنسي بيهم وما عطيتيش عليهم وقلتي حنا شحيدي من النياب لا قلتي نحيدي من النياب الله يرزقك واحد الدقه بحال هذه
دابا حيدتي الشك ولا باقي كاين شي شك؟ واش تاكدتي ولا ما تاكدتيش؟ ياك ما درت ليه الصندوق واش الريسان يا باك؟ واخا طلعت الصندوق ما فيه دم، ها السم ها هو في القلب ديالي، ولا دويتي فيا وتكلمتي وما قلتيش فيا الله يستر. ما قدرتش حتى والله يعطيك واحد اخرى بحال هاك هاك ضربهم بحال هكا يلا وعقل عليا. لا ما نخرجوا راني ذاك الوشام اللي تكون نسى ديال صيان يسحق وتيخصي ونكبر تريدي كبر اللي بغا يقتل حناش من راسو يبني الحيط من ساسو ويتمتع ويشوف بنتو تجوج واللي تجوج صحته ديما تبقى عريق يعرق بحالي عمر السكريه والحساسيه ما تشد دمو ديروا ربعه الحوايج يطرو ديال الما من الجامع سبعه الورقات ديال الحنا غتزيدو بجوج حوايج واللي نسى شي حاجه من هذو ربعه الحوايج ها التليفون ديالي دي معاك وراني غادي معاك لدارك واخا تكون في طنجه ولما عيطتي عليا بربي ونبيض نحكك شحال من لفعه هادي لفعه وهادي لفعه وهادي لفعه وصلنا القاضين غنخرج 11 رفعه بحال هادو وسبعه البوسكوات اللي دار يدو في جيبوش بد ليها 100 ولا 1000 فرنك على الوالدين كان يمسك منو حجر تربالي في الكلاوي دار علينا عمليه وباقي مريض كان يتربالي في النبوله دقيقه دقيقه وباقي مريض كان يمسك يعدو النصران وباقي مريض اللي جبد ليا هاد 5 دراهم ولا 10 دراهم يدير ربعه د الحوايج على ما تبراش بالنيه ديالك ما نتفرجش ليك صرش فرع عينيك هاد الشيب وهاد الحراك راه ديال اليهود ماشي ديال الاسلام شكون اللي قال بسم الله لا ولا ما دير الغايطه لا ورث نشوف الشباب هذا اللي كيتكلم الله اكبر سلام الخير الرحمن الاكبر وزرعوني وجابين فن هنا والله ما يبقوا فيك الوالدين واخا يدوزوا عليهم الرموك واللي بقيت فيه انا واخا ما عندوش راه تعصف لي مريضين وانت انت راه صاحبي وعزيز عليا انا صلاه ربي الله يفرحك الله يجعل الكريم ديالك في الزياده والله يجعل دوسيك واخا يكون في الارض ولا في السماء افتح لي الباب وفرحني وسيري ديك امك شكون اللي عيط لي زدتي واحد 400 بحال هذا الراجل ولا الفران كل 100 على الوالدين سير حيا ولادي بلاتي سير وليدي الله يرزقك فيها علامات الخير ارجع لي شي ساكن على شيء خلي شي شي